ورجعنا لحضراتكم عشان نستقبل مكالمة تليفونية مهمة جدا 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 مع واحد من كبار النقاد الرياضيين، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزت. أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي في 7 دي سبورت. أستاذ علاء. أستاذ علاء الرحمن، مساء الخير كابتن عبد الرحمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك وكل جمهور النادي الأهلي. وفي البداية بس أحب أبارك لك على برنامجك الجديد، ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن الله. متشكر جدا، ربنا يخليك يا أستاذ علاء، حضرتك قيمة صحفية كبيرة جدا، أنا بتشرف بوجود حضرتك معايا هنا. ربنا يخليك ويعزك عبد الرحمن، أنت يعني أنا مش عايز بس أكبر نفسي قوي، أنت أخويا الصغير، ابني يعني وأخويا الصغير، بتمنى لك بجد التوفيق وما شاء الله بإذن الله. بإذن الله أنا واثق إنك أنت بإمكانياتك تقدم مادة مختلفة وإعلام مختلف بإذن الله. ربنا يخليك. هبدأ معاك الأول من لقاء الأهلي، هو في طريقه لمدينة طنجة تاني عشان يلعب فلامينجو على المركز الثالث والرابع. الأول عايز أتكلم معاك قبل ما نتكلم عن ماتش ريال مدريد عن المركز الثالث والرابع، إحنا عينينا على المركز الثالث دلوقتي بنلعب على البرونزية، قول لي رأيك في لقاء فلامينجو. أولا عبد الرحمن إحنا لازم نتكلم على الأهلي كان رايح بطولة العالم ليه؟ يعني البداية أصلا كان رايح ليه؟ أعتقد النادي الأهلي عمل كل اللي عايزه قبل مباراة ريال مدريد. النادي الاهلي حقق كل النتائج والمرجوه من مشاركته قبل ريال مدريد. انت حضرتك بتتكلم دلوقتي على ان دلوقتي يعني انا اجمل تقرير قريته النهارده او قريته اسف قبل مباراه ريال مدريد ان واحد كاتب مغربي بيقول ان وسائل الاعلام في العالم بتلهث خلف ارقام كاسين النادي الاهلي. يعني بيقول ان احنا كل يوم وكل مباراه النادي الاهلي بنجيب ورقه بالارقام القياسيه وبنحاول نعدل فيها طول ما احنا ماشيين طول المباراه، نعم نعدل عدد المباريات، اكثر فريق لعب عدد المباريات بنزود بدل 20 نخليها 21، اكثر فريق فاز في البطوله، ثاني اكثر فريق في العالم حقق انتصارات بعد ريال مدريد كان متعادل مع برشلونه بتفوق على برشلونه، بنعد عدد الاهداف، عدد اللاعبين اللي شاركوا في النادي الاهلي 72 لاعب، مين اكثر لاعب في الاهلي سجل، طب حسين الشحات، طب مين رجل المباراه. يعني بيقول لك احنا الراجل بيقول لك ان تقريبا ما فيش فريق حسين الشحات كمان تحديدا اكثر لاعب في تاريخ البطوله عدد مباريات لحد دلوقتي هو لاعب النادي الاهلي حسين الشحات طبعا. لا ما انا بقول لك يا عبد الرحمن يعني هم بيتكلموا على حاجات ثانيه، يعني هم بيتكلموا على 72 لاعب في على مدار تاريخ النادي الاهلي شاركوا في البطوله ورقم قياسي جديد، بيتكلموا على ال 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 الاهداف الكلين شيت لمحمد الشناوي ان هو زايد سوا مع الحارس الالماني العملاق مانويل نوير، بنتكلم على الارقام القياسيه في كل حاجه. يعني الراجل بيقول لك ان احنا الاعلام العالمي بيلهث خلف الارقام القياسيه للنادي الاهلي. انا شايف عبد الرحمن شايف ان النادي الاهلي حقق كل الاهداف المرجوه من مشاركته بمجرد الفوز على فريق تيتال الامريكي ووصول نصف النهائي، خلاص النادي الاهلي عمل كل حاجه. وانا واثق ان القيمه التسويقيه للنادي الاهلي بجد بجد بعد ماتش المدريد هتختلف بشكل كبير جدا. يعني طبعا اكيد حاجه ثانيه خالص بعد اللقاء ده، يعني بنتكلم لا انا حتى كمان يعني كمان عبد الرحمن انا كمان حاسس ومتفائل جدا 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 ان الرعايه للنادي الاهلي هتروح في حته ثانيه بعد الكاس العالم ده. طبعاً. لان المشاركه اولا الحضور الجماهيري كان كبير جدا، البث كان كبير على مستوى الوطن العربي بشكل كبير جدا، على مستوى العالم لما بيتكلم على ان 35 محطه في العالم نقلوا وشافوا النادي الاهلي. بعد كده كل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وسائل الاعلام الاسبانيه تقريبا، يعني انا قلتها قبل كده واقولها تاني، ان النادي الاهلي اذا كان عنده دولاب مليان بطولات 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 القاب في كل حاجه، اعتقد ان ما كتبته الصحافه الاسبانيه والصحافه العالميه عن النادي الاهلي محتاج بجد انه يتبروز ويتحط في متحف في بطولات النادي الاهلي. طبعا ده يعني ماركا الاسبانيه عامله حوار مع الكابتن محمود الخطيب حاجه عظيمه جدا قبل لقاء ريال مدريد، ده ماركا الاسبانيه دي اكبر تقريبا صحف العالم في الرياضه يعني. بص طبعا ده شيء رائع وعظيم، لكن انا دايما احب اللي يتكلم عني ما يتكلمش معايا، لكن انا لما يطلع انشيلوتي ويقول في مؤتمر صحفي او تطلع صحيفه اسبانيه تقول النادي الاهلي انجح نادي في تاريخ كره القدم، انا ده عبد الرحمن ده الجمله دي الاهلي انجح أندية في التاريخ كرة القدم، ده لحد ذاته أنا بعتبره بطولة. دي بطولة طبعا دي بطولة طبعا. يعني